السلام عليكم، أقدم لكم هاي اللعبة الرعب. أتمنى تنال إعجابكم. خلينا نشوف شنو قصة هاي اللعبة، خلينا نلعبها سوا. طبعا هنا هاي قصة، يعني أنا ألعب دور نورمان تشامبرز، رجل فقد عقله بسبب موت حبه الحقيقي. يعني هاي القصة، هيجي واحد يحب بنية ماتت، صار مجنون. هاي شنو هنا؟ أنا غرفة. هنا أنا هاي الغرفة. شو هنا يقول هيلين، يقول هيلين حامل. يقول احنا ما اتفقنا على هذا الشيء يعني، بس هو قال عود اقبل بذلك. يعني هو قبل، هو ما راد يعني تكون حامل، بس بعدين وافق. لان هي لان هي هو يعني حب الحقيقي هاي. وبعدين يقول قريبا يعني يكون متزوجين، عمود يتزوجها على مود يكونون مع بعضهم البعض. هاي رسالة، شنو هاي؟ والله ده يخوف، الفندق خوف يخوف. شوف ولا واحد يفتح. ماكو شي، ماكو يعني، بدا البيبان ما قاعد تنفتح. قاعد ينفتح، اعتقد البيبان كلها ما تنفتح. نشوف الكتف واحد على الاقل. ماكو، ماكو. شنو هاي؟ يمكن هاي رسالة. اياتي ورقة بيضة. شوين انا يقول كيف حدث هذا؟ يقول المفروض ما يصير، يعني ما يكون هاي بهاي الطريقة. يعني المفروض، يعني كان من المفترض أن نتزوج وأن نكون معا للأبد. يعني هو مراد هيجي، هو مجنون، ما عرف شلون يحكي. يقول بس هي ذهبت، ويقول ليش ما ينقذوها؟ لا يعني، لكن يمكن أن ينقذ الطفل. بعدين يعني هو ما أدري مخربط، يعني مرة يحكي هو مجنون، بس هي أصلا ماتت من زمان، بس هو ما عرف. يعني عباك مريض، مريض. شنو هاي ظلام؟ بدا أشوف شي. شنو السالفة؟ شنو انكسر أصلا هو؟ هذا شنو هاي؟ ورقة بيضة. شنو هاي؟ الباب انسد علي ليش؟ ومدى ينفتح؟ وين اروح؟ وات؟ وايدي لا، هذا كان تربي. شنو السالفة؟ شو انفتح منه؟ ما خلاني، شو وين وداني؟
عشان الظلام، عشان السؤال، عشان صوت طفل الله يخوف. شنو هاي؟ شوف يقول هنا أنا يعني أنا ما عندي أحد، وتركت وحدها في هذا الظلام، إنها تبكي، إنها تبكي في الليل. بعدين يقول هنا يقول لماذا لن يصمت؟ يقول أرجوكم اجعلوه يصمت، يعني يسكت. يقول فقط أخرس. بعدين هنا يقول هيلين أين أنت؟ ما أعرف هذا عبالك عنده هلوسة براسه، سوك مجنون، هذا يمكن هلوسة براسه فيقوم يحكي نفسه، يعني مجنون. فهيك صار بي. شنو هاي؟ بسم الله، والله أنا خايفة، أنا ما أعرف حتى شنو حيطلع قدامي. البيبان ما قاعد تنفتح، أبك هو يفتح لي الباب، ذاك الباب هو فتح لي إياه. هذا شنو؟ شنو هنا؟ بس شنو هذا؟ قاعد يتكلم المفتاح. فتح الباب، انا عرفت اعطيه مفتاحه لان ما اقدر، يعني احتمال يوصل. شنو هذا؟ شنو هاي؟ ما الطفل سرير، رسالة. شنو سالفة الرسائل هاي؟ نانا يقول أخيرا إنه صامت، يعني سكت. يقول أنا عبالي يعني اعتقدت القيام بذلك سوف يساعدني، ولكني ما زلت لا أستطيع النوم، يعني يمكن أكو أصوات براسي يجي. يقول ماذا فعلت؟ يعني يضيع عقلي بدونها، أحتاجك هيلين. يعني هو مثل يعني أكو شي هلوسة، ومثل هو مريض يريد هاي اللي يحبها. صراحة غريب، هاي كله على مود هاي هيلين. ماكو شي، خلي اطلع. انفتح، انا عبالي نفسه ذاك ما ينفتح. شنو هاي؟ وين رحت؟ ياه شو السالفة؟ خلي اروح. شنو هاي؟ ماكو بيبان. شو بس ممر الظاهر يلعب بالفندق هذا. لو شنو هم رسالة؟ what is that؟ كلها رسائل هاي. اوه يقول انا قادم، يا حيجي وراي. لو شنو؟ بسم الله. يا ابوي شنو؟ شوف دخلت، دخلت طبعا بالمصعد مزيان، بس عبك يركض وراي شي، مدري ما افهم شنو هاي. المصعد ايه شغلت. بسم الله يا ابوي. ثواني منخل، هذا نخلني ثواني عجين. شنو السالفة؟ والله يخوف، المفروض هاي الخض كله لساني يموت. شنو السالفة؟ هذاك المصعد وقع. اوه بسم الله بسم الله بسم الله. يوه بس شفت واحد بس تقرب.
شلون اطلع؟ لا مستحيل اني اطلع، المود يجي علي اطفي الضوء واقف هناك قدامي، بس اطلع. هاي شلون اطلع؟ لا شلون بصيبة يعني، ضل هاي بالمصعد اني هيج. بسم الله بسم الله بسم الله، شنو هو واقف لي بعد يعني كده. والله طبعا هاي القصة كلش غريبة الصراحة، مخيفة وأشنو شنو هذا؟ فار هامستر هذا جاب هذا على الرعب. بسم الله، هي هاي بعد هي كلها كلها.